في احتفاليه منظمه ومؤتمر يعني كلمنا عن مؤتمر النهارده. والله زي ما قال معالي المحافظ من شويه الحب اللي موجود احساسنا بقيمه نادي الاتحاد السكندري اسكندريه مصر كان لازم تبقى حاجه على المستوى تليق بكل ده، وده اللي احنا حاولنا ان احنا نعمله، والحمد لله ان ربنا وفقنا، واعتقد ان هي طلعت بالصوره المشرفه اللي تليق بتاريخ نادي الاتحاد، بمحافظه اسكندريه اللي نادي الاتحاد بيمثلها، بمصر في حالتها الجديده اللي هي داخله فيها ان شاء الله بعد ما حصل ان سياده المشير عبد الفتاح السيسي بقى هو رئيس البلد وبقت في استقرار ونبتدي كلنا ونبص لقدام. يعني العقد اللي اتمضى ما بين سبورتنج لشبونه والاتحاد، عايزين نعرف اهم البنود اللي جت فيه وافاده الاتحاد منها. يعني في الحقيقه احنا ما بصيناش للماتش ان هو ساعه ونص واحتفاليه فقط مع نادي كبير واسمه عريق، لكن بصينا ان احنا نستفيد من الناحيه الفنيه، ننقل الخبرات بتاعه الناس اللي سبقونا في الاحتراف، هم محترفين بحقه حقيقي، ان احنا ننقل الخبرات دي الفنيه والاداريه لنادي الاتحاد ويحصل توامه ما بين الناديين، زي ما بيقولوا ان نادي الاتحاد يبقى الشادو ظل بتاع النادي او النسخه الثانيه منه، نحاول نوصل للمستوى اللي هم وصلوا له، نفتح مجال للاعبتنا ان هي تروح اوروبا من خلال نادي سبورتنج لشبونه، يشافوا على قطاع الناشئين بتاعتنا، يحطوا الخطط لقطاع الناشئين بحيث